Bracas. Bracas. الستة وربعة على استاسيون جوهر الفن، يا اهلا وسهلا بكم، مرحبا بالناس كل. احنا اون بلين اكسيون قدام كازينو كاريب، نجري ورا بي ام دبليو، فيها المنشط التلفزي سمير الويفي حاوس في سوسة. عسلامة سمير. اهلا وسهلا بك، مرحبا، اهلا بك. واش تعرفوا معنا لاباس ما صافا؟ ريم رواية من جوهر. مرحبا بك، اهلا وسهلا. شنو هي المفاجأة ذي؟ مفاجأة سارة ولا غير سارة؟ سارة جدا. مبروك البي ام دبليو ساعة. هذا بعد ثورة شريتها ولا مقبل ثورة؟ هذه أمور شخصية ذي، ما نجاوبش عليها. تسمى براكاج ناعم ذي. براكاج هادئ للغاية. ان توكا أجمل براكاج ينجم يصير الواحد في الويكاند نهار السبت العشية. تبركيه واحدة جميلة كيما سيرك. لمدة ساعتين كاهو ما؟ اي ميسيلج. ها؟ ميسيلج. مش برشا معناها مش مش ناخذ. لونتين ابار لي خارج لونتين. لا خارج لونتين امبوسيبل، ثم ساعتين تاع لونتين كاهو. قداش تعمل توا زي قداش معناتها تسوى الكهرباء؟ تعمل مليار و200 مليون. لا سيريو بالحق. وعين الحسود فيها عود. مش انا بيان اونتوندو. انا عندي كهرباء مش نحكي. باش تولي بلاكتها خضراء ان شاء الله. معناها عندي زيك ماخذها. في 2014 تولي بلاكتها خضراء ان شاء الله. كيما اي واحد معناتها ما فماش واحد محبوب 100%. انا ما نعجبش الناس الكل خاطر مش الناس الكل يعجبوني زاد. عادي يعني ما فيهاش مشكل. بالنسبه للناس اللي تكرهك واللي حاقد عليك اجمل انتقام هو النجاح. ونخدم في قناه التونسيه رسميا في انتظار انه التونسيه تحل المشكله نتاعها مع الفريكونس ثم تنطلق. وهذا مش باش يتاخر برشا في انه خاصه انه سامي الفهري الحمد لله ربي فرج عليه وخرج من الحبس. دونك هذا باش يسهل الانطلاقه الجديده نتاع التونسيه وباش ترجع بقوه نتصور خاطر عندها برامج جديده والبرامج القديمه الناجحه اللي معروفه عند الناس. وبيان سير انا عندي رهان وتحدي كبير اللي هو اني يلزم نرجع بقوه. اهلا وسهلا عسلام عايشك. اهلا سمير الويفي شو تسالوا شو تقولوا له؟ قولوا عسلام بيك في سوسه. اي يعجبك سمير الويفي؟ اي يعجبني. لازم تخفيهم تاعو هيلين خاطر يتكلم دغري قد دغري قد مرسي بوكو. عايش يعني الحق راهو يصنع اصدقاء ولكن يصنع اعداء. ماهوش الحق ما عندوش برشا انصار وكلمه الحق ما عندهاش برشا مناصرين عندها برشا اعداء زاد. يعني الحق مر والحقيقه مره. انا نعتبر روحي في بعض البرامج حلقات قربت من الحقيقه او كشفت برشا حقائق. هذا خليني ندفع ثمن. انا ضد انه واحد يتناول حياتي الشخصيه. انا من اتعس الحلقات اللي صاروا لي في حياتي هي حلقه سليم شيبوب وبه برشا اني نحكي عليها في سوسه بالذات. لانه سليم شيبوب خرج من الميسيون تاعي بعد ربع ساعه وموجوده في الصفحه تاعي على الفيسبوك واضطرت منحنى بعض بسبب الحلقه هذه وخرجت ورجعت كان بعد الثوره بريسك. رجعت شويه شارع الحريه ودامت اربع حلقات او خمسه حلقات ثم عاودت خرجت ورجعت كان بعد الثوره. كانت حلقه من اصعب الحلقات ما نكذبش عليك. معناها ما خفت بيان سور خفت من رد الفعل لانه وصلتني تهديدات اون بليس طردت من القناه اون بليس هو صديق حميم لصاحب القناه بعث القناه. دونك خفت من رد الفعل ولكن الحمد لله سلكتها. وقت اللي ما قلتش شكرا بعث القناه ما عاقبني حد وما طردني حد وما لمني حد واللي قالها زاد لا ترقى ولا زادوه في الشارع. بالنسبه لي انا هي قصه حب بدات من الصغرى وتواصلت وهي يمكن اصدق واقوى قصه حب في حياتي علاقتي بالصحافه. أنا انت فاشل في الحب لك؟ فاشله فاشل جدا. باي فاشل. انا ما عندكش مشروع زواج حاجه؟ ما بور لو مومون حتى شيء ما هو هذا. عسلامة بديس سافا لاباس صديق سمير الويفي انت؟ جيت عادي معاه في الويكاند لهنا؟ ان شاء الله ان شاء الله. اي قلبه كبير ولا مش حاح؟ على الاخر على الاخر. تعرفوا مش حاح انا؟ لا شكون قالك؟ لا سي با فغي اللي قالك والله سي با فغي دي تو. إلي جينيرو معناها. إلي جينيرو اي اونيت اي اونيت. باش نجاوبوا على الحاجات اللي تقالوا فيه الكل. اي بيان سور. حتى فما برشا السون حكيت على ولا شكت في الاونيتي نتاع سمير الويفي معناها؟ لا لا. Ce que je sais de lui, c'est un homme très correct.
يعشقوا الفنان الشعبي الشيف سمير الوسيف. وكمل سمير الوسيف هكا هو. تتغشش توا كان عبدي يعمل كونفيزيون من عندك. علاه نتغشش؟ عادي شنو فنان شعبي. فنان شعبي حاجة كبيرة في تونس اليوم مش حاجة صغيرة بالكل. هو برنامج سياسي معناتها سياسي 100% يحكي في السياسة، أما مش معناتها الضيوف نتاعو كلهم سياسيين باش يكون ماهوش ضيف واحد. ولكن مازلنا بصراحة الكونسيبت ماهوش جاهز 100%، مازلنا نفورمو فيه أنا وسي سامي الفهري، مازلنا نتفقوا فيه نتناقشوا فيه. ارتكبت غلطة أنا وقت لي عملت الحلقة نتاع قصار سيدي الظريف، يعني من الحلقات اللي أنا ما كنتش راضي عليها برشا، لأنه رغم البوز اللي عملته إلا أنه طريقة تناولها ما كانتش موافقة. كنت نفضل خطر كان الوقت ضيق برشا والفكرة جيت في ساعة في ساعة وتسرعنا في تنفيذها، كانت تكون خير من هكيكة برشا. لا الرئيس ماهوش لبسة، الرئيس عمره ما كان لبسة، كان الرئيس لبسة لطفي البحري نجم يكون أحسن رئيس في العالم. مرزوقي أنا نحترمه كمثقف كمناضل كحقوقي، ما عرفش يتقمص شخصية الرئيس، لتو يتعارك مع الرئيس معناها ما نجمش يتقمصها، شخصية أكبر من مقاسه، بلوس كبير برشا باش تعطيه لي التونسية. التونسية باش تعطيني أولا سكسي نتاع القناة، سكسي كبير برشا، نسبة المشاهدة عالية جدا، وخاصة باش تعطيني الإمكانيات نتاعها اللي هي إمكانيات تاع خدمة كبيرة ياسر ياسر، لأنه المنشط أو المنتج وقت ما يلقاش إمكانيات عمل ما ينجمش يعطي 100% من الجهد نتاعو. انا في حنبال كانت الامكانيات ضعيفه ياسر، يعني فريمون ضعيفه ياسر، رغم اني كنت مشارك في البروديكسيون. لو كان ما كنتش مشارك في البروديكسيون ما كنتش نجم نخدم بالقدا. الديكور هذاك عامله انا، عملته شركه البروديكسيون تاعي انا، الشركه نتاعي عملت الديكور هذاك، وحتى فريق الاعداد انا ساهمت فيه. يعني وقت اللي يبدا فماش امكانيات كبيره نتاع انتاج، مشكله كبيره في التونسيه. على عكس حنا بعد فما فريق عمل كبير برشا توفره لك القناة الشركة كاكتوس، فما استديو من أرقى طراز اللي هو من أحسن الاستديو في إفريقيا، استديو نتاع كاكتوس في طريق بنزرت، فما معناتها جو نتاع خدمة اكتشفته كبير برشا، وراك عباد معناها محترفة في المهنة تخدم معاك. أبارسا بصراحة سيمي الفهري يعتبر من بصراحة معناها ناس كل تعرف هذا، يعتبر من أحسن المنتجين في الدومين، مش على المستوى الوطني فقط حتى على المستوى العربي من أحسن المنتجين. يعني إنسان يخدم ويعرف قيمة الخدمة ويقدر قيمة الخدمة ويقدر اللي يخدمه معاه ويوفر إمكانية الكل. أبارسا فما المنشط بيدو ياخذ فلوس، سي تريز امبورتون، يعني يوفر له فلوس باش يعيش عيشه باهيه وباش يخدم متفرهد وباش يواجه الاغراءات، ما دام شريت البيه يعني وباش يواجه الاغراءات باش يتغش خلصوا البيه. انا نحب نقول لي انا نتشرف برشا اني عملت ديز انترفيو مع فاطمه بوساحه، مع كوثر الباردي، مع صابر الرباعي، مع سمير الوسيف، مع الفنانين اللي ساهموا كل في نجاحي وفي نجاح الصراحه راح. لانه اليوم وقت لي نخزر ورايا للارشيف نتاعي مش كما برشا نلقى ملفات خشبية وملفات على 7 نوفمبر وبرامج تكذب على الناس وبرامج سياسية منافقة. أنا نلقى على الأقل نلقى برامج تاع تسلية فيها نوع من التسلية للناس وتضحك الناس. صحيح ما كنت شجاع برشا باش نعمل برامج أو نكتب مقالات مناضلة، ولكن على الأقل كنت ساكت، مانيش النافق، والصمت والسكات أشرف من النفاق. فما ناس كنا مناضلين في عهد بن علي كنا نراوهم قامات كبيرة وناس أصحاب مبادئ، اليوم صدمونا. اليوم وقت اللي تشوف حقوقية كما سهام بن سدرين حياتها أنفقت حياتها الكل باش تدافع على حقوق الإنسان، واليوم تلقى صحفيين نتاعهم مضربين خاطر ما خذوش حقوق صحفيين تاع الإذاعة نتاعها، وتلقى سي طاهر بن حسين اللي رمز من رموز الإعلام الحر والصحافة ويدافع على الصحفيين ويطردوا من قناته 20,000 صحافي، يعني برش أكثر من 10 صحفيين، وبعد يحكيوا على أنهم تعرضوا للتعسف وللظلم وللقهر وما خذوش حقوق. يعني ساعات النضال يظهر كذبة وإلا يظهر سمسرة وإلا يظهر تجارة. ثم ناس كانوا يتجروا به النضال في عهد بن علي واليوم تفضحوا فضحة من التاريخ. سمير الوي في الحقيقة باش نقول لك حاجة كارت سور تابل. أنا جبت الموضوع متاع الحكاية هذية وانتي رتبكت معناها وارتبست
والسنة لا 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 وبديت تحكي أكثر من العادم علاش ما تعملش بطلة على حساب يعيشك من فضلك راهو البطولة تعملها بخدمتك وبحقائق أنا ما نحبش نحكي على حياتي الخاصة أولا وثانيا ما نحبش نحكي على إشاعات وتفاهات وانتي تحب تجبرني مش نجبرك باش سيادتك تملى الحصه نتاعك مش سيادتي باش تملى الحصه نتاعي انا باش نجبرك انا مش نجبرك انا باش تجاوبني على مقالات جاوبني على مقالات هبطت في الصحافه مش انا من عندي نجي في سمير لا نجاوبك على كل شيء في الصحافه اختار الصحافه شنو الصحافه الصفراء تعرف انت وفي الفيسبوك شوف انا عندي قضيه مقدمها بشخص خرجت مقالات في الجرايد كوم كوا انا تحيلت على شخص وهو مش صحيح شخص كنت مش ندخل معاه في شراكة في معناها في مشروع إعلامي وهو اللي أغراني وبعد طلعت حكاية كبيرة ياسر أكبر من اللي يتصوروها المتفرجين المستمعين وأكبر حتى من اللي خرج من الصحافة أنا تو الحكاية شكيت أنا قدمت قضية الحكاية موجودة عند القضاء وفيها مفاجآت كبيرة وفيها حتى أمور مسيسة وقت اللي يفصل فيه القضاء وقتها أنا نحكي عليها الحكاية ما عنديش علاقة ببرامجي اللي في التلفزة وما عنديش علاقة بنشاطي الإعلامي عندها علاقة بأمور شخصية وطموحات شخصية ومشروع شخصي يصير كل يوم تنجم تتعارك أنت وعبد حتى على مشروع تتعاركوا على فلوس ولا على حاجة وتوصلوا للقضاء وتوصلوا للمحاكم مش معناها أنت مجرم ولا سارق ولا متحايل ولكن بعض الناس اقتنصوا الحكاية وركبوا لها عبارات غير مناسبة وغير حقيقية منها كلمة تحايل اللي هي كلمة خايبة برشا خاطر تحايل كيفاش تثبته ثم قضاء يثبت التحايل وقت اللي واحد يوجه لك تهمة حتى سارق لازم القضاء يقول اسكو أنا سارق وإلا كاذب وإلا متحايل وإلا قاتل وإلا مجرم القضاء ثم حتى واحد غير القضاء ينجم يثبت عليك تهمة احنا حكينا توا على شفيق جرايه دقيقه برك خليني انا وانت مساله ما سالتهولكش سؤال انا سمير ما سالتهولكش سؤال انت معناتها عطيتني الباراجراف اللي انت حبيت تقوله لي فهمت اللي حضرته انت في راسك لا لا انت تعسفت على سؤال لانه انت جاوبت قبل ما انا نسالك انا نجم اليوم بال بال بالاختار معناها بالتحدي نجم نحل الفيسبوك نتاعي ونكتب عليك خبر اللي انت مثلا من على الجوهرة اف ام جاتك 100 مليون توا من فلان الفلان رشوة ربع ساعة نعطيك ربع ساعة كما تدورش في تونس كاملة وفي الفيسبوك كل وين كاتبوا هكاك الخبر وقاعد في قهوة يعني سهل برشا باش تتهم العباد وسهل باش تشوه سمعة العباد واليوم الفيسبوك ولا ميليشيات وعصابات فيها المخابرات وفيها العصابات الحزبية وفيها المسيسين وفيها فيها الانواع الكل ما يتخبى شيء راهو في تونس واللي يعطاك اليوم يفضحك غدو واللي يعطاك اليوم يحطك تحت صبات يذلك يعني ما يشريك يعني ما فماش حاجه يكرهها الصحافي قد هذه انه يكون تحت صبات او يتشرى او يتذل دونك اليوم في تونس اي صحافي خذي فلوس ولا خذي رشوه مش يتكشف توا ولا من بعد فماش نقاش اما الاغراءات موجوده يجي واحد انا صارت لي قص لي هذيك ولا تعمل لي هذيك فما أم دافير كبير مسيس هو في السياسة جاء قال معناها يحب يقص كلام معجبوش وعرض إغراءات وتعدى البرنامج وعمل مشكلة كبيرة فما اعتراف بالجميل قناة حنبعل يقعد في رقبتي مدى الحياة فماش نقاش تنجمش تنسى الحضن الأول والمدرسة الأولى والمعلم الأول والدرس الأول منجمش نكذب على عباد نقول لهم راني أنا كنت صريح 100% مع العربي نصر امبوسيب أخلاقيا ومهنيا واللي تحب أنت متنجمش تكون مع مولا قناة تستضيفه في قناته وتذكر له اللي تعرفه الكل أنا ذكرت معناها 60% من اللي نعرفه و60% من اللي نحب نسأله يعني ما تتصورنيش لدرجة وقح لدرجة أني باش نجي المولى قناة في قناته ونستعمل معها نفس الأسلوب نستعمله مع ضيوف الكل الله غالب للأسف هذاك هو ولكن كانت ثم نسبة كبيرة كبيرة من المصداقية نعتز بها كنت صادق مع الناس وقت اللي نكتب في جريدة صريح وعندي شهرية قلت المولى الجريدة أنا لأنه مولى جريدة الأستاذ صالح الحاجة اللي أنا اعترفته بالجميل هو اللي شدني من يدي وأنا صغير ودخلني للمهنة وخذا موهبتي وسقلها وعلمني وعطاني فرصة في ركن صغير في الجريدة وكبرت به وقتها وعدت أنا وقت اللي نولي بريزموا لباس والحمد لله ونولي عندي مورد رزق آخر أنا نكتب معك بلاش قيد عمري وقاعد ننفذ في الدين هذا نكتب معه
دونك انا نتمنى اني نوفق في البرنامج نتاعي. قدامي تحدي كبير، قدامي مغامره كبيره. تقال برشا كلام على انتقالي من حنا بعل التونسيه، زاد رفع السقف نتاع الانتظارات نتاع الناس. يلزمني ندخل بحاجه كبيره برشا، ربي يوفقني، وما رضاء الله الا برضاء الوالدين خاصه. Bracage.